بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تحدثنا في محاضرة سابقة عن موضوع التفخيم والترقيق، وقلت تنقسم الحروف من حيث التفخيم والترقيق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حروف تفخم في كل الحالات، وهي حروف الاستعلاء. القسم الثاني حروف ترقق في كل الحالات، وهي الحروف المستفلة باستثناء الألف واللام والراء. القسم الثالث حروف تفخم في حالات وترقق في حالات، وهي الألف واللام والراء. أما بالنسبة للقسم الأول حروف تفخم في كل الحالات، قلت هذه هي حروف الاستعلاء. ما هو سبب التفخيم؟ سبب التفخيم عند النطق بحرف الاستعلاء يرتفع أقصى اللسان جهة الحنك الأعلى، فعند خروج الهواء يصطدم الهواء الخارج باللسان الذي ارتفع، فاصطدام الهواء باللسان يتسبب بإحداث صدى للصوت، ويصاحب ذلك اتساع التجويف داخل الفم وضيق الفتحة ما بين الشفتين. كل هذه الأمور تساعد في خروج الصوت مفخما. أما القسم الثاني فهو حروف ترقق في كل الحالات، وهي الحروف المستفلة. سبب الترقيق عند النطق بالحرف المستفل ينخفض أو يهبط اللسان جهة قاع الفم، فعند خروج الهواء يبقى مجرى الهواء مفتوحا فلا يصطدم باللسان ولا يحدث صدى للصوت، فيخرج الصوت نحيلا رقيقا، ويصاحب ذلك اتساع الفتحة الأفقية ما بين الشفتين. القسم الأول حروف الاستعلاء التي تفخم في كل الحالات، وهي خص ضغط القر. هذه الحروف هل هي على درجة واحدة في التفخيم، ولا بعضها أشد من بعض في التفخيم؟ طبعا يوجد تفاوت بينها في درجة التفخيم، فأشدها تفخيما الطاء، ثم الضاد، ثم الصاد، ثم الظاء، ثم القاف، ثم الغين، ثم الخاء. يبقى أشدها تفخيما الطاء، وأدناها تفخيما حرف الخاء. ثم ذكرنا في المحاضرة السابقة مراتب التفخيم، وقلت للتفخيم مراتب، أعلاها أن يأتي حرف الاستعلاء مفتوحا وبعده ألف. المرتبة الثانية أن يأتي حرف الاستعلاء مفتوحا وليس بعده ألف. المرتبة الثالثة أن يأتي حرف الاستعلاء مضموما. الرابعة أن يأتي حرف الاستعلاء ساكنا. الخامسة أن يأتي حرف الاستعلاء مكسورا. إذن أعلى مراتب التفخيم أن يأتي حرف الاستعلاء مفتوحا وبعده ألف، وأدنى مراتب التفخيم أن يأتي حرف الاستعلاء مكسورا، وأوسط مراتب التفخيم أن يأتي حرف الاستعلاء مضموما. القسم الثالث حروف تفخم في حالات وترقق في حالات، وهي الألف واللام والراء. أما بالنسبة للألف فالألف حسب ما قبلها، إذا كان الحرف الذي قبلها مفخما تفخم، وإذا كان الحرف الذي قبلها مرققا إذن ترقق. ويمكن أن نقول تفخم الألف إذا سبقت بحرف استعلاء، لأن حروف الاستعلاء كلها مفخمة، أو إذا سبقت بلام مفخمة أو إيش؟ أوراء مفخمة. قلنا في حروف ثلاثة من الحروف المستفلة ترقق في حالات وتفخم في حالات، من بينها اللام والراء،
يبقى الألف لو سبقت بلام مفخمة تفخم، وإذا سبقت براء مفخمة تفخم. وعند الحديث عن الألف من حيث التفخيم والترقيق نتحدث عن الغنة. الغنة صفة لحرفين اثنين وهما النون والميم. الغنة من حيث التفخيم والترقيق عكس الألف، الألف تتبع ما قبلها لكن الغنة تتبع إيه؟ تتبع ما بعدها. الحرف اللي بعد اللي بعدها إذا كان مفخما تفخم، وإذا كان مرققا ترقق. أما بالنسبة لللام قلت اللام في غير لفظ الجلالة حسب قراءة حفص عن عاصم ترقق. اللام في غير لفظ الجلالة مرققة على طول، زي إيش؟ وليتلطف، ها لا يصلاها، بينفعش لا يصلاها، خطأ، ها لا يصلاها. الطلاق بينفعش الطلاق، الطلاق خطأ، الطلاق. فاللام في غير لفظ الجلالة ترقق، لكن اللام اللي تفخم في حالات وترقق في حالات هي اللام اللي في لفظ الجلالة. متى تفخم؟ إذا سبقت بفتح أو ضم، زي إيش مثلا؟ رسول الله، ها شهد الله من الله. ولاحظي هنا لأنه اللام مفخمة الألف اللي بعدها أجت مالها؟ أجت مفخمة. إذن اللام في لفظ الجلالة تفخم إذا سبقت بفتح أو ضم، يبقى ترقق إذا سبقت بكسر، زي إيش؟ ها مثلا ها من عند الله، قل اللهم بسم الله. لاحظي الألف كيف خرجت، اللام والألف مرققات، بسم الله اللام مرققة والألف اللي تبعت اللام برضو مرققة. كذلك إذا سبقت اللام في لفظ الجلالة بتنوين، طبعا زي إيش؟ زي أحد الله الصمد، ما هو التنوين عبارة عن نون ساكنة، يبقى التقى ساكنان، النون الساكنة اللي في أحد واللام الساكنة اللي في لفظ الجلالة. وهناك قاعدة تقول إذا التقى ساكنان يجب أن نتخلص من الساكن الأول. كيف بنتخلص من الساكن الأول؟ إذا كان الساكن الأول حرف مد نتخلص منه بالحذف، زي إيش؟ وفي السماء رزقكم فلما ذاق الشجرة، هي وفي السماء، لكن من أجل التخلص من التقاء ساكنين حذفنا حرف المد الأول صارت وفي السماء، ها فلما ذاق الشجرة، تحذف الألف عند الوصل فلما ذاق الشجرة، لكن لو وقفت على حرف يجب إظهار الياء وفي، وإذا وقفت على ذاق أقف عليها هكذا ذاق، يعني نأتي بها في الوضع الطبيعي تمد بمقدار حركتين. طيب إذا لم يكن الساكن الأول حرف مد نتخلص منه بالتحريك، والأصل أن نتخلص من الساكن الأول بالكسر، لكن في حالات قليلة نتخلص فيها من الساكن الأول بالفتح أو بالضم. حديثنا اليوم عن الراء، قلنا الراء تفخم في حالات وترقق في حالات. في الحقيقة الراء لها أحوال ثلاثة، الراء لها أحوال ثلاثة. الأحوال الأولى يعني في حالات تفخم فيها الراء
وفي حالات ترقق فيها الراء، وفي حالات يجوز فيها الوجهان. إذن أحوال الراء من حيث التفخيم والترقيق ثلاث حالات: الحالة الأولى التفخيم دائما، الثانية الترقيق دائما، الثالثة جواز الوجهين التفخيم والترقيق. إحنا اليوم إن شاء الله هندرس الحالات التي يجب فيها تفخيم الراء. الراء يجب أن تفخم في 10 حالات. الحالة الأولى الراء المفتوحة، الراء المفتوحة بغض النظر هل جاءت في أول الكلمة ولا وسط الكلمة ولا آخر الكلمة. ذكرت قبل قليل أن هناك حالات 10 يجب فيها تفخيم الراء، وأريد قبل أن أذكر هذه الحالات على وجه التفصيل أن ألخصها. ها، أقول تفخم الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة. هاي كم حالة ذكرت؟ حالتين. أيضا تفخم الراء إذا كانت ساكنة بعد فتح أو ضم، هاي كمان حالتين، صاروا قد إيه؟ 4. الخامسة والسادسة تفخم الراء إذا كانت ساكنة مسبوقة بساكن ما قبل مفتوح أو مضموم. مركزات معايا؟ هاي 6 حالات. طيب كمان مرة نعيدهم. تفخم الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة، هي حالتين. الحالة الثالثة والرابعة إذا كانت ساكنة بعد فتح أو ضم. الخامسة والسادسة إذا كانت ساكنة بعد ساكن مسبوق بفتح أو ضم. هاي قديش ذكرنا؟ 6 حالات. الحالة السابعة تفخم الراء إذا كانت مضمومة في آخر الكلمة حالة الوقف عليها بالروم. إذا كانت مضمومة في آخر الكلمة حالة الوقف عليها بالروم. في قاعدة في اللغة العربية بتقول لا يبدأ إلا بمتحرك ولا يوقف إلا على ساكن، لكن في أحكام التلاوة قد نقف على الكلمة بالروم. شو يعني الروم؟ يعني أن نأتي بثلث حركة الحرف الموقوف عليه. أن نأتي بثلث، يبقى الحرف الأخير مضموم، يبقى حينما يأتي القارئ بثلث الضم يبقى ضم الحرف. طب المضموم إيش حكمه؟ التفخيم. يبقى هاي كم حالة ذكرنا حتى الآن؟ 7 حالات. الحالة الثامنة إذا كانت ساكنة وسط الكلمة مسبوقة بكسر أصلي وبعدها حرف استعلاء متصل بها، بعدها حرف استعلاء متصل بها زي إيش؟ قرطاس، مرصادة. هلاحظي الراء ساكنة قرطاس مسبوقة بكسر أصلي، وإيش بعدها؟ بعدها حرف استعلاء متصل مش مفصول. لو كان مفصول بعدها حرف استعلاء مفتوح متصل بها، بعدها حرف استعلاء مفتوح متصل بها، يعني أن تكون ساكنة وسط الكلمة وقبلها كسر أصلي وبعدها إيش؟ حرف استعلاء مفتوح متصل بها. يعني لو بعدها حرف استعلاء مفصول إشي ثاني، تمام؟ يعني في متصل، يعني في نفس الكلمة، في وسط الكلمة نفس وسط الكلمة يبقى متصل بها. يبقى متصل صحيح، بس احنا بنأكد انه متصل، تمام؟ ليش؟ لانه مثلا ولا تصعر خدك، هاي الراء ساكنة ساكنة وقبلها كسر أصلي لكن بعدها حرف استعلاء. لاحظي هذه الحالة بتختلف كثير عن الحالة اللي احنا ذكرناها. ليش؟ لأنه الراء هنا يعني جاء بعد حرف استعلاء مفصول، جاء بعد حرف استعلاء مفصول عنها،
لكن المثال اللي أنا جبته يعني اتصل حرف الاستعلاء بالراء، اتصل حرف الاستعلاء بالراء. يبقى حتى الآن ذكرت كم حالة؟ ثمان حالات. الحالة التاسعة إذا كانت الراء ساكنة سكونا أصليا وقبلها سبقت بحرف مكسور كسر أصلي مفصول عنها، إذا سبقت بحرف مكسور مفصول عنها في هذه الحالة تفخم. والحالة الأخيرة إذا كانت ساكنة سكونا أصليا وقبلها كسر عارض، وقبلها كسر عارض سواء كان متصل بها أو مفصول عنها، هاي الحالات العشرة. طبعا بعد هذه الفكرة السريعة عن حالات تفخيم الراء حندرسها بالتفصيل واحدة واحدة، يعني من خلال عرضي يمكن صار في عندكن تصور، وإن شاء الله ما يعني يأتي الآن من تفصيل لعله يوضح المسألة أكثر. إذن تفخم الراء في حالات عشرة، تفخم في حالات عشرة. الحالة الأولى الراء المفتوحة سواء كانت في أول الكلمة نحو ربي، لحظ الراء ربي را، يعني أنا بدي أجيب مثال على الترقيق، ها مثلا رزقا، شوف الراء كيف طلعت مرققة، فرعون رزقا، ها لكن ربي الراء مفخمة. أو في وسطها نحو تبارك تباره تبارك، أو في آخرها نحو أي مثل ليس البر أن تولوا وجوهكم ها شطر المشرق والمغرب شطرة، لحظي يبقى إذا كانت مفتوحة تفخم. الحالة الثانية الراء المضمومة برضو نفس الكلام، سواء جاءت في أول الكلمة أو وسط الكلمة أو آخر الكلمة، في أول الكلمة مثل رزقوا رزقوا، مثل رؤيا، أو في وسطها نحو تحشرون الراء مفخمة، أو في آخرها نحو إن الله غفور رحيم، لحظة الراء في غفور مرفوعة والراء في رحيم مفتوحة، فالراء هنا في هذين الموضعين مفخمة لأنها جاءت مفتوحة في موضع ومرفوعة في موضع. أنا بدي أسمع منك ها هذه الكلمة، ها تفضلي. رؤيا ها تحشرون تحشرون الراء مفخمة، غير رزقا فرعون فرعون، ها ها مثلا ولا تصعر خدك ها ولا تصعر خدك، الراء في هذه الأمثلة مرققة، لكن هان يبقى الراء المضمومة سواء كانت في أول الكلمة نحو رزقوا رؤيا، أو في وسطها تحشرون، أو في آخرها إن الله غفور رحيم. الحالة الثالثة الراء المضمومة الموقوف عليها بالروم نحو أي مثل هو الأول والآخر. طبعا ماذا يعني الروم هنا؟ يعني الروم كالوصل، الراء مرفوعة مضمومة، يبقى يعني إذا أتينا بثلث الضمة يبقى رفعنا الحرف. على أي حال بالنسبة للروم هذه الكيفية يأتي بها خواص القراء ومهرة القراء، الذي يتقنها هم خواص القراء ومهرة القراء، أن يأتي بثلث الضمة
يعني هذا مش بالساهل، يحتاج إلى رياضة للسان، ترويض للسان. فالذي يتقنه هم خواص القراء ومهارتهم. يبقى الراء المضمومة الموقوف عليها بالروم. طب هي مضمومة، طب إذا وقفت بالروم يعني بدي آتي بثلث الحركة، يبقى مضمومة. يبقى المضموم إيش حكمه؟ التفخيم. الحالة الرابعة، الراء الساكنة سكونا أصليا أو عارضا المسبوقة بفتح، نحو مريم أو في آخرها نحو لا يسخر قوم من قوم، ومثل ومن كفر. مش قلت إذا كانت ساكنة بعد فتح، إذا كانت ساكنة بعد إيش؟ بعد فتح، بغض النظر عن هذا السكون هل هو أصلي ولا عارض. إذا كانت ساكنة بعد فتح، لاحظي كمان مرة، مريم، مين تعيدها؟ مريم. ارفع صوتك بس. مريم. لا أكثر، تفضلي. مريم. مريم. لاحظ الميم مرققة، ما مريم، الميم مرققة لكن الراء مفخمة. طيب المثال الثاني، مين تطبق المثال الثاني؟ تفضلي. لا يسخر قوم من قوم. لا يسخر. لا يسخر. لا يسخر. لاحظي الياء مرققة، يا، والسين مرققة لكن الخاء مفخمة. ومرتبة الخاء هان، مرتبة الخاء المرتبة الثانية أن يأتي حرف للسلاء مفتوحا وليس بعده ألف. لا يسخر. لاحظ الراء كيف مفخمة. لا يسخر قوم من قوم. القاف حرف السلاء مفخم مفتوح. مرتبة التفخيم هي المرتبة الثانية. والمثال الثالث، ومن كفر. لاحظي الكاف مرققة، ك، والفاء مرققة حرف مستفل كفى، لكن الراء كثر كثر. بينفع تقرأي كفر كفى؟ لا. لا الكاف مرققة، ك، والفاء مرققة، لكن الراء لأنها ساكنة بعد فتح يبقى إيه؟ تفخم. الحالة الخامسة من حالات التفخيم، الراء الساكنة سكونا أصليا أو عارضا المسبوقة بضم، يعني ساكن بعد إيش؟ بعد ضم، بغض النظر عن الساكن هل هو سكون أصلي ولا عارض. تمام؟ يعني إذا جاءت ساكنة بعد ضم، بغض النظر عن هذا السكون هل هو أصلي ولا عارض. نحو نرسل، نرسل قرآن، يشكر، يكفر. لحظي بدنا نعيد هذه الأمثلة. أيوة بدنا وجوه جديدة، طالبات جدد تفضلي بس ارفع صوتك. نرسل. ها نرسل صحيح. طيب تفضلي. مرسلين. احنا المرسلين صحيح، انت جبتي مثال مش موجود على الصبورة. صحيح المرسلين صحيح، وإن لم يكن هذا المثال على الصبورة جيد. تفضلي. يشكر. يشكر برضو. لا فخمي كمان شوي. يشكر. 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 أيوة تفضلي. يكفر. يكفر. لاحظي يكفر. طيب يبقى الراء
الساكنة المسبوقة بضم، بغض النظر عن هذا السكون هل هو عارض ولا أصلي. الحالة السادسة من حالات تفخيم الراء، الراء الساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف، وسبقها حرف ساكن مسبوق بفتح نحو الأمر، نصر، القهار، الغفار. طيب صحيح، النار صحيح. يبقى لاحظي الراء ساكنة مسبوقة بساكن، واللي قبله إيش؟ مفتوح، واللي قبله مفتوح، وبرضو لو كان اللي قبله إيش؟ مضموم، زي المثال أو الحالة التالية. لاحظي يمكن أن يلتقي ساكنان في كلمة واحدة، بس الساكن الثاني بيكون لأجل الوقف، الساكن الثاني بيكون لأجل إيش؟ الوقف. ها يقبى الأمر، نصر، القهار، الغفار. مين تعيد المثال الأول؟ أيوة المثال الأول تفضلي. الأمر، الأمر. تفضلي. نصر. النصر صحيح. تفضلي. القهار. أيوة تفضلي. الغفار. لحظي كلمة الغفار الغين مالها؟ الغين مفخمة لأنها من حروف الاستعلاء. أي مرتبة؟ الثانية طبعا. الألف، طب الألف في الغفار مرققة لأنها سبقت بالفاء، الفاء حرف مرقق، لكن الراء، الراء مفخمة ساكنة بعد ساكن مسبوق بفتح. الحالة السابعة، الراء الساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف، المسبوقة بحرف ساكن مسبوق بضم، يعني ساكنة بعد ساكن مسبوق بضم، ساكنة بعد ساكن مسبوق بضم. طبعا هي ساكنة لأنها إيش؟ يعني في آخر الكلمة، وقلت في بداية المحاضرة لا يوقف إلا على ساكن، إلا في حالة الرو لا يوقف إلا على ساكن. يبقى الراء الموقوف عليها يعني ساكنة بعد ساكن مسبوق بضم، يعني ستة وسبعة زي بعض، بس هنا ساكن بعد ساكن مسبوق بفتح، وهان ساكن بعد ساكن مسبوق بإيش؟ بضم. زي إيش؟ زي خضر، زي خسر، زي الغفور، زي الشكور. ها مين تعيد؟ تفضلي. خضر، خضر. أيوة تفضلي. الكلمة التالية، الكلمة التالية خسر، اللي بعدها الغفور، الغفور. لاحظي الغفور، الشكور، وهكذا. الحالة الثامنة، الراء الساكنة سكونا أصليا المسبوقة بكسر أصلي متصل بها وبعدها حرف استعلاء مفتوح في الكلمة نفسها، وذلك في خمس كلمات في القرآن الكريم. لاحظي ساكنة سكون أصلي ومسبوقة بكسر أصلي وبعدها حرف استعلاء مفتوح متصل بها. كمان مرة، يعني الراء الساكنة سكونا أصليا وقبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء مفتوح
متصل بها. هذا ورد في كم كلمة في القرآن؟ في خمس كلمات، اللي هي قرطاس. لاحظي الراء مفخمة، قرطاس، وفرقة، فرقة، ومرصاد، إرصاد، لبالمرصاد. ها مين تقرأ الكلمة الأولى؟ تفضلي. قرطاس، أحسنتي. فرقة، أحسنتي. مرصاد، أحسنتي. إرصاد، أيوة. لبالمرصاد. يبقى راء ساكنة سكونا أصليا مسبوقة بكسر أصلي، وبعدها حرف استعلاء مفتوح متصل بها، متصل بها في نفس الكلمة. طيب الحالة التاسعة، الراء الساكنة سكونا أصليا المسبوقة بكسر أصلي مفصول عنها، نحو الذي ارتضى، وقل رب ارحمهما الذي ارتضى. طيب نوضحها أكثر. لاحظي الذي ارتضى. لاحظي الياء هنا ساكنة والراء ساكنة، همزة الوصل هذه كأنها مش موجودة، لا يلتقي ساكنان. قلت إذا التقى ساكنان وكان الساكن الأول حرف مد بدنا نحذفه، فالياء هذه انحذفت، بصير الذي ارتضى. الكسرة اللي هام أصلية ولا مش أصلية؟ أصلية. طيب مفصولة عن الراء الساكنة ولا مش مفصولة؟ مفصولة. واخذ بالك. مثال آخر، وقل رب ارحمهما. ها وقل ربي ارحمهما، همزة الوصل هذه كأنها مش موجودة، الراء ساكنة تمام، سبقت بكسر، الكسرة هذه أصلية ولا مش أصلية؟ لكنها مفصولة، يبقى الراء الساكنة الساكنة سكونا أصليا إذا سبقت بكسر أصلي مفصول عنها يبقى إيش حكمها؟ التفخيم. وقل رب ارحمهما، مين تعيدها؟ ها وقل رب ارحمهما، أحسنتي. أيوة الذي ارتضى، الذي ارتضى، فمفخمة إذا كانت ساكنة سكونا أصليا ومسبوقة بكسر أصلي مفصول عنها. طيب الحالة الأخيرة، الراء الساكنة سكونا أصليا المسبوقة بكسر عارض متصل بها أو منفصل عنها. لاحظي في فرق بين 9 و10، في 10 الراء ساكنة سكونا أصليا لكن مسبوقة بكسر ماله؟ بكسر عارض، مسبوقة بكسر عارض. بغض النظر هل الكسر العارض هذا متصل بها ولا منفصل عنها؟ طيب زي ايش؟ ارجعي. لاحظي ارجعي عند الوصل، يا ايتها النفس المطمئنة ترجعي، لكن لو بدي ابدا بها ارجعي، الكسرة هذه تبعت همزة الوصل عارضة ولا اصلية؟ عارضة. ها يبقى بتظل الراء مفخمة. مثال آخر، إن ارتبتم، قلت لك همزة الوصل هذه كأنها مش موجودة، هاي نون ساكنة والراء ساكنة، لا يلتقي ساكنان، بنحرك الساكن الأول بصير إن ارتبتم، يبقى هنا سبقت بكسر عارض مفصول عنها، لكن في المثال الأولاني هان سبقت هان سبقت بكسر عارض متصل بها. يبقى صار عندي كم حالة تفخم فيها الراء؟ 10 حالات. كمان مرة مين تقرأ المثال الأخير؟
اللي هو ايوه انت ارجعي ارجعي. والثاني ان ارتبتم ان ارتبتم. احسنتي. ثالث امرتابوا. طيب الان احنا ذكرنا الحالات العشرة اللي يجب فيها تفخيم الراء. في المحاضرة المقبلة سأتحدث عن الحالات التي يجب فيها تفخيم الراء، ثم سأتحدث بعد ذلك عن الحالات التي يجوز فيها الوجهان التفخيم والترقيق. أما الآن فسنقوم إن شاء الله بقراءة ما تيسر من سورة بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم نكتفي بهذا القدر.
وإلى لقاء مقبل إن شاء الله. سنتحدث في المحاضرة المقبلة عن الحالات التي يجب ترقيق الراء فيها، والحالات التي يجوز فيها الوجهان التفخيم والترقيق. والسلام عليكم.